أعزائي متابعي بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، أنا بخص حضراتكم دلوقتي بأخبار بتذاع لأول مرة عن مصير الطلاب المصريين الملتحقون حاليا سواء بالجامعات السودانية أو بالنسبة للجامعات الروسية وبالتحديد غرب روسيا. وطبعا بعد تفجر الأوضاع في السودان والمؤشرات التي لا تنبئ إلى متى ستتوقف هذه الاشتباكات بين الفرقاء السودانيين، بدأت عملية نزوح كبيرة لمختلف الجنسيات من السودان ومن ضمنها الطلاب المصريين وكذلك الجالية المصرية في السودان. الأوضاع دي فرضت أو طرحت سؤال مهم جدا، طب مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات السودانية حاليا دلوقتي هيبقى إيه؟ وسبب طرح هذا السؤال هو ما تم في العام الماضي في التعامل مع ملف الطلاب المصريين اللي كانوا ملتحقين بالجامعات الأوكرانية بعد تفجر الصدام ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، وتم حل مشكلتهم وعودتهم وإلحاقهم بالجامعات المصرية بعد ما اتعمل لهم حاجتين مهمين جدا، لأن طلاب أوكرانيا كانوا جايين بدون أوراق ثبوتية، ملحقوش يجيبوا ورق معاهم يبينوا ان هم ملتحقين في اي كليه ولا في اي سنه دراسيه ولا في اي جامعه. وبالتالي رات اللجنه القوميه التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء على ان يتعمل لهم اختبارات او امتحانات عشان تحديد مستوى للسنه الدراسيه اللي ممكن يتم الحقهم بيها. المهم الموضوع انتهى وجاءت مشكلة هذا العام، وهي الطلاب اللي موجودين حاليا في الجامعات السودانية. وفي نفس الوقت بدأوا يتم في مشكلة الطلاب المصريين اللي موجودين في الجامعات غرب روسيا ومعرضين لنفس الأخطار اللي بدأ يتعرض ليها الطلاب المصريين في السودان. طلاب المصريين في الجامعات السودانية عددهم حوالي 5000 طالب وطالب، ومعظمهم ذهب للسودان عشان يلتحق بما يسمى بكليات القمة هناك سواء الطب أو الهندسة أو الصيدلة وخلافه، لأن مجموعهم في الثانوية العامة هنا كان أقل من الحد الأدنى للقبول في أي جامعة مصرية سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، وبالتالي اتجهوا إلى السودان. شرط عودتهم إلى مصر في الظروف الطبيعية لابد أن يقضي كل سنوات الدراسة في السودان، وبعد ما يجي يتم معادلة الشهادة بتاعته إنه حصل من السودان على بكالوريوس الطب، بكالوريوس الهندسة، بكالوريوس الصيدلة. طب دلوقتي الموقف هيكون إيه؟ اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبرئاسة السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة اللي هي متابعة أحوال الطلاب المصريين في الخارج بتجتمع حاليا دلوقتي، وممثل فيها وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والأجهزة السيادية المختلفة. من جوه اللجنة أنا بقول لحضرتكم انتهى الرأي دلوقتي إلى التعامل مع هذا الملف المعقد بالنسبة للطلاب المصريين في السودان كالآتي: نظراً لأن الطلبة اللي جايين من السودان وعددهم 5000 طالب وطالبة، طلبت منهم السفارة المصرية في السودان قبل أن يغادر السودان أن يحصلوا على الأوراق الثبوتية الخاصة بهم قبل أن يفرقوا السودان ويتجهوا إلى مصر. هنا هيتم التعامل معهم إزاي؟ هيتم عمل مقصة بين ما درسوه كلهم في كلياته
والكلية المناظرة هنا في مصر، يشوفوا درس إيه هناك وما درسوش هنا، أو ما درسش مواد معينة هناك ولسه وتم تدريسها هنا في الكلية المناظرة دي، بنسميها المقاصد. وبالتالي إذا جاءت المقاصة بإن يتحمل أو يحمل بمادة أو مادتين ينتقل إلى السنة التالية، أما لو أكثر من مادتين فبيعيد السنة عشان يستكمل دراسة هذه المواد ويتم استكمال دراسته في الجامعات المصرية. لكن في أي جامعات تم الاتفاق على أن يكون التحاق هؤلاء الطلاب 5000 إما بالجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية وليست الجامعات الحكومية؟ طيب الوضع ده هيستمر على أي طالب بقى هيروح السودان ويجي يحول بعدها؟ لا، مدة هذا الاتفاق هي مدة 4 أشهر من الآن وحتى بداية العام الجامعي الجديد فقط. اللي عايز يطبق عليه هذا النظام ويحول إلى جامعة مصرية خاصة أو أهلية ويعمل مقاصة للمواد بتاعته أهلا وسهلا، ما كانش يبقى هيدنه هناك في السودان. وإذا حد راح السودان بعد كده إذا استقرت الأوضاع ويجي عايز يحول إلى كلية مناظرة في مصر معتمدا على ما تم خلال هذه الشهور القليلة القادمة، لا، هيبقى في شرط إن لابد يكون حاصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المصرية. طب البعض ممكن يقول أنا تمام، إذا كان هو كان حاصل على الحد الأدنى في الكلية المصرية طب راح للسودان ليه؟ هنا فعلا إجابة أو الإجابة على ذلك كلامكم صحيح، لأن كل من يذهب إلى السودان لابد يكون مجموعه أقل من الحد الأدنى اللي قبل به في الجامعات المصرية. طيب ده جانب. الجانب الثاني، هل كل الطلاب المصريين في السودان هيطبق عليهم ذلك؟ لا، الخمس تلاف طالب دول جزء منهم ملتحق بجامعات جامعات سودانية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، دول اللي هيتعمل لهم المقاصة. أما بالنسبة للطلاب الملتحقين بجامعات سودانية غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ومع أن معاهم أوراق ثبوتية، لا، دول هيتعمل لهم امتحان تحديد مستوى، يشوف مستواه ان شاء الله يكون في سنه ثالثه وسنه رابعه في كليه وليكن زي كليه الطب، يتعمل الامتحان له في سنه ثالثه طب اذا كان هناك في السودان كان في ثالثه طب. والله اذا ثبت في امتحانه هذا امتحان تحديد المستوى ان مستواه يساوي ما درس ومستوى طلاب سنه ثالثه طب في الجامعه المصريه او في الكليه المصريه اهلا وسهلا، ما كانش اذا كان مستواه اقل من ذلك ينزل السنة الأقل. يعني ممكن كان في سنة ثالثة يروحوا منزلينه في سنة تانية، دي بالنسبة للجامعات اللي مش معترف بيها من المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات السودانية اللي مش معترف بيها من المجلس الأعلى للجامعات دول هيتعمل لهم امتحان تحديد مستوى زائد المقاصد. أما بالنسبة للطلاب المصريين الملتحقين بجامعات سودانية معترف بيها من المجلس الأعلى للجامعات هيتعمل لهم مقاصة فقط بالنسبة لما درسوه هنا واللي درسوه هنا ويحملوا بالمواد اللي هم ما درسوهش. أكمل لحضراتكم، في طلاب ثانوية عامة بيدرسوا في السودان، دول نوعيتين. النوع الأول هم أبناء البعثة المصرية في السودان، سواء أبناء البعثة المصرية الخاصة بالري بالنسبة لوزارة الخارجية، بالنسبة لأبناء المدرسين اللي بيشتغلوا في السودان وخلافه، ودول إجمالي عددهم 21 طالب بيدرسوا ما يسمى بالثانوية السودانية المصرية، أي بالاتفاق مع السودان وبيدرس إجمالي ما درس في الثانوية العامة المصرية والسودانية. وهناك حوالي 14 طالب منهم من الملتحقين بالمدارس السودانية في سنة أولى ثانوي وسنة تانية ثانوي سنوات النقل يعني.
فنيجي بالنسبة للمجموعة اللي هي 21 طالب اللي كانوا مسجلين لدراسة الثانوية العامة السودانية المصرية هناك. دول الدكتور رضا حجازي، وبعد ما تواصلت معاه أمس أكد لي إنه عرض حلين اتنين لهذا الموضوع. إما إن الطلبة دول المصريين بعد عودتهم إلى مصر حاليا يتقدموا لامتحان الثانوية العامة المصرية عادي جدا بدءا من شهر 12 يونيو القادم، وفي هذه الحالة هيتم تنسيقهم مع طلاب الثانوية المصرية في الجامعات عادي جدا. إذا ما رغبوش في ذلك وما كانوش مستعدين لكده، من الممكن أن يؤجل امتحانهم للدور الثاني في شهر أغسطس القادم. وفي هذه الحالة إذا دخل الطالب المصري اللي جاي من السودان اللي كان بيدرس ثانوية عامة هناك لما يخش الدور الثاني في أغسطس هتحسب له الدرجة الفعلية وكأنه بيخش الدور الأول تماما، يعني مش لأنه داخل الدور الثاني يتحسب له 50% من الدرجة مهما كانت إجابته، لا، إذا أجاب في مادة معينة وجاب 90% في المادة هياخد 90% من الدرجة، جاب 95% من الدرجات في المادة هياخد 95%. فده نوع من التسهيل للطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في الثانوية العامة في السودان. نأتي إلى الجزء الآخر وهو الطلاب المصريين في الجامعات الروسية وبالتحديد في غرب روسيا. أولياء الأمور والطلاب طلبوا بالمصر أن يتم تعاملهم زي ما تم التعامل مع الطلاب المصريين اللي كانوا في أوكرانيا السنة اللي فاتت، أو الطلاب السودانيين حاليا دلوقتي اللي يتم التعامل معهم بعد تفجر الأوضاع في السودان. اللجنة دلوقتي بتدرس فعلا حل مشكلتهم، لأن في غرب روسيا هي المنطقة برضو منطقة الصدام الساخن ما بين روسيا وبين أوكرانيا. وليه غرب روسيا؟ الطلبة ليه يلتحقوا بجامعات غرب روسيا؟ لأن رسومها الدراسية أقل من جامعات شرق روسيا. فكان بعد ما حصل تفجر الأوضاع ما بين أوكرانيا وبين روسيا السنة اللي فاتت، يعني احنا بقى لنا حوالي ما يقرب من سنة ونص دلوقتي، يعني داخلين على سنة ونص في هذا الصراع، السفارة المصرية عرضت على هؤلاء الطلاب الملتحقين بجامعات، وزي ما هيحصل بالنسبة للطلاب المصريين اللي كانوا في الجامعات السودانية، بس دول جايين بأوراق ثبوتية من دراستها في الجامعات المصرية. ده برضو هيبقوا نوعيتين اتنين من الطلبة، زي ما في السودان بالظبط الجامعات اللي موجودة في غرب روسيا ومعترف بيها من المجلس الأعلى للجامعات هيتعمل لهم خاصة فقط. أما بالنسبة للطلاب الملتحقين بجامعات روسية في غرب روسيا وهذه الجامعات غير معترف بيها من المجلس الأعلى للجامعات هيتعمل لهم امتحان مستوى، تحديد مستوى، وممكن ينزل في سنة أقل من السنة اللي كان بيدرسها هناك، وممكن يجتاز الامتحان ده ويدله في نفس المستوى، وبالإضافة إلى عمل المقاصة. بس تنفيذ كل هذا سواء بالنسبة للطلبة المصريين اللي موجودين في السودان اللي كانوا موجودين في السودان في الجامعات السودانية، أو الطلاب اللي هم 23,000 طالب في جامعات غرب روسيا، ده كله يتم تنفيذه بعد أن يصدر قرار سيادي من مجلس الوزراء زي ما حصل بالنسبة للطلاب المصريين اللي كانوا في أوكرانيا، يسمح بتحويلهم إلى الجامعات المصرية المناظرة في الجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية. لكن لن يتم تنفيذ أي شيء من اللي أنا قلت دول قبل صدور هذا القرار، وأنا واثق تماما من صدوره، لأن مصر دائما بتقف جنب أبنائها، سند بالنسبة لأبنائها سواء كانوا طلاب أو غير طلاب، خاصة في ظل الظروف الشديدة اللي عملت مشكلة لأبنائنا الطلاب دول زي ما حصل في أوكرانيا وزي ما حصل في روسيا وزي ما حصل مؤخرا في السودان. إن شاء الله هنتابع حضراتكم بكل جديد
وأي قرارات جديدة تتخذ في هذا الشأن سنكون نحن أول المنفردين بها، وحضراتكم أول ناس هتكونوا عارفينها من خلال بوابة أخبار اليوم الإلكتروني.